إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، لا شك أنكم تسمعون وتشاهدون الإساءة إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم، لأن دينه لا مطعن فيه، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يطعن في دين المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الرحمن. ثم بدأوا يطعنون فيه هو، ومن أين لهم ذلك؟ فهذا الرسول مكانته عند الله عالية، كما سمعتم الآن قول الرحمن من يطع الرسول قول الرحمن الرحمن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قرن الله طاعته بطاعته، قرن الهداية باتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا. أمر وبين أن من كان يحب الله حبا صادقا فلا علامة على ذلك الحب ولا دليل عليه إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله، وهذه دعوى عند الكثير من الناس، أنا أحب الله، يقولها الكثير. فيقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار الله، هذا كلام الله. قل إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا، فعلامة ذلك أيها المحبون ما هي؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم زكى الله لسانه، فقال والنجم إذا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. زكى عقله فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. زكى لسانه فقال بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكى الله علمه فقال علمه شديد القوى. زكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون. هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يصفه الله لنا، يقربنا الله منه، فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على دخولكم الجنة، حريص على إبعادكم من النار، حريص عليه ما عنتم،
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، معناها كل شيء يعنتكم، كل شيء يثقلكم لا يريده ولا يبحث عنه، بل راجع ربه مرارا وتكرارا حتى تخفف الصلوات الخمس من 50 صلاة إلى 5 صلوات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الناس بالناس، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصفه الله فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ضالا أي عن حقيقة القرآن على ما هي عليه، عن حقيقة الإسلام كما هو عند الله، ضالا عنه لو لم ينزله عليك. وإلا فما ضل لحظة من الوقت ولا لحظة من الزمان، لأننا سمعنا في السورة قبلها سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى. ووجدك ضالا أي عن القرآن لو لم ينزله عليك، فهداك فأنزله عليك. ووجدك عائلا فأغناك وأعطاك، وجدك عائلا فأغناك. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والسورة الموالية يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. هذا موسى يسأل الله: رب اشرح لي صدري. فالله عز وجل شرح لمحمد صلى الله عليه وسلم صدره من غير سؤال. هذا الرسول مكانته عند الله عالية، وبالتالي لن يدخل أحد الجنة إلا من ورائه، إلا من خلفه. ثم يبين لنا صلى الله عليه وسلم مكانته فيقول: لا يتم إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فكأني أنظر إلى عمر يتبتل إلى الله، يسأل الله، حتى شعر بكمال الإيمان فجاء إليه وقال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. فقال له: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، الآن كمل إيمانك، فلنفتش محبتنا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن الله عز وجل يقول له، يقول لنا عنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا بد أن نبرهن على محبتنا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإساءتهم إليه تدل على غفلتنا عنه وعن اتباعه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في حياة الصحابة فإذا بكل واحد منهم يعطي أصدق برهان وأصدق دليل وأعلى برهان على محبته لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة وبعد البعثة. الله أكبر. وفي صلح الحديبية تعلمون أنه حين يجعل الواحد من الكفار مكة يمس لحيته أو شيء، يسبه ويرده عنه، وحتى إن واحدا منهم يقول لي أبو بكر الصديق حين دفع يده عن لحية، دفع يد الكافر عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: دعوناك ستنكشفون عنه يوم من الأيام. فقال كلمة ما كان يحب أن يقولها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أمصص بضر اللات، أنحن نتفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فأغضب أبا بكر الصديق بهذه الكلمة التي قالها، كان كل واحد منهم حياته دفاعا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون الصحابية الجليلة التي في غزوة أحد قيل لها: مات أبوك ومات زوجك ومات أولادك، قاتلهم. قالت لهم: كيف هي حياة رسول الله؟ هل وحي؟ قال: نعم. قالت: المصائب كلها بعد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جلل، أمر عاد بسيط، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فلا أبالي بأبنائي ولا بزوجي ولا بوالدي. فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة النور وحياة الهداية وحياة السعادة صلى الله عليه وسلم. بقينا نحن كيف نبرهن على محبتنا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد، فإن برهانا للأسمى وبرهانا للأوضح على محبتنا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فلا بد من اتباعه كما يتبع الأعمى الدليل. لا بد لكل أمر من أمورنا أن نستشير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل شيء من حياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدخل فيه ويبين لنا كيف نعمل معه، حتى في خاصيتنا، في خاصية أمورنا، في فراشنا، في أزواجنا، في تربيتنا لأنفسنا، في تربيتنا لأبنائنا، تربيتنا لأنفسنا لا تصحب إلا مؤمنا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيته لي ولك: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كذلك من نصرتنا له في هذه الظرفية التي يحاربه فيها أعداء الإسلام أن نقاطع كل التجارات التي تنتمي إلى الهند، كل ما يأتي من هؤلاء الأنذال، هؤلاء القردة والخنازير، نقاطع تجارتهم. هذا أقل ما يمكن أن نفعله، هذا أضعف الإيمان. أضعف الإيمان هو أن نقاطع تجارة هؤلاء المعتوهين، هؤلاء الأنذال، هؤلاء الأقدار، هؤلاء المغضوب عليهم، أن نقاطع تجارتهم وأن نقاطعهم وأن نحاول أن نضيق عليهم، بل أن نقطع العلاقات مع الهند إن كانت بيننا وبينهم. فيجب على دولتنا أن تقاطع هؤلاء الدويلة المخزية التي لا تقيم للأخلاق وزنا. كيف تتعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أي ناحية؟ من ناحية الأخلاق، من ناحية التعامل، من ناحية الذات، من ناحية، من أي ناحية يمكن أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه نال أكمل ما يمكن أن يصل إليه الكمال البشري صلى الله عليه وسلم. لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، ما مضت فترة من الرسل إلا وبشرت قومها بك الأنبياء، تتباهى بك العلوم وتسمو بك علياء بعدها علياء. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من يستطيع أن يعيبه؟ عيبهم له إنما هو تحريك لنا معشر النائمين، معشر المتكاسلين، معشر المتخاذلين عن سنة سيد المرسلين، إنما هو تحريك لنا، تحريك لعواطفنا، لعل فينا حياة. أسأل الله أن لا يصدق علينا قول الشاعر: وقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لقد أسمعتم أيها الأنذال، أسمعتم كلامكم للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فماذا علينا نحن أن نفعل؟ علينا أن نربي أبناءنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتكلم عن هذه السنة ليلا ونهارا، سرا وجهارا، فهي سنة عطرة، واتباعها يرفعنا إلى أن نكون قادة الأمم وأستاذية الأمم. أستاذية الأمم لا يمكن أن تكون إلا بيد
يد رسول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أسأل الله عز وجل بجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على محمد وعلى آل محمد في الدنيا وفي الآخرة وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أسأل الله السميع العليم الرؤوف الرحيم أن يصلي وأن يسلم على محمد وعلى آل محمد ملء الميزان ومبلغ العلم ومنتهى الرضا وزنة العرش. أسأل الله السميع العليم الحكم العدل اللطيف الخبير أن يصلي وأن يسلم على محمد وعلى آل محمد بعدد أبناء بني آدم وتنفس كل واحد منهم، وبعدد الملائكة وبعدد صلاتهم على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدد كل شيء خلقه الله، وبعدد كل شيء هو خالقه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ونسألك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذابين عن جنانه المجاهدين في سبيله. يا حي يا قيوم نسألك التمسك بسنته. يا رب العالمين أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا من قلت من يطع الرسول فقد أطاع الله، نسألك طاعة هذا الرسول يا رب العالمين في السر والعلانية، في المحبة والمكره، في المنشط والمكره. نسألك أن نتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الجنة، ونسألك اتباعه في الجنة، ونسألك جواره في الجنة. اللهم اعتق هذه الرقاب من النار، اللهم املأ هذه الأبدان بالعافية، واملأ هذه القلوب بالإيمان، واملأ هذه الجوارح بالطاعة. اللهم اغفر لنا جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا ومن دعا لنا ومن يستحق علينا الدعاء. اللهم رافع السماء أسألك أن ترفع عنا الوباء والغلاء والربا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لهذا الجمع جميعا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا غدقا عاشرا غير رائد. تنبتنا به الزرع وتدرنا به الضرع وتخرجنا به من بركات الأرض. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محقن آمين. اللهم اغفر لهذا الجمع، واغفر يا رب العالمين من بنى هذا المسجد ولمن صلى فيه ولجيرانه ولجميع المسلمين والمسلمات الحامين والمات آمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يغفر الله لنا ولكم.